الجيلاتين على اللحمة سر الحواوشي بتاع أكبر المطاعم اللي بيكون مميز، اللي مهما بنعمل حواوشي في البيت الأولاد بيقولوا مش زي بتاع بره. برضو هديلكوا النسبة المظبوطة اللي هتطلع معاكم الحواوشي ولا غلطة، ومستني رأيكم بعد ما تجربوا الوصفة إن شاء الله. بس لايك بقى كتير للفيديو وشير كتير عشان الكل يستفاد، عشان هتدوا على الطرح حرفيا. هدولكوا النسبة المظبوطة للحمة وكل حاجة، ومعدناش هنشتري حاجة من بره. حواوشي مقرمش في نفس الوقت طري، الشكل والمستوى واضح قدامكم يا جماعة. يلا نبدأ. في البداية يا جماعة بروح لأي جزار، وممكن برضو باللحمة المستوردة، بطلب 3/4 كيلو لحمة حمراء من وش الفخدة أو من الكتف، تمام، أو بنسبة 75% لحمة أحمر. بعد كده يفرم لي معاهم 25% سمين، تمام، اللي هو بيتقشر من اللحمة أو من بيت الكلاوي أو دهون بيت الكلاوي أو اللية، يعني 750 جرام لحمة حمراء مع 250 جرام دهون، تمام، مفرومين فرمة ونص. بعد كده معايا الخضار بتاعي، معايا 300 جرام بصل، يا اما بصله كبيره يا اما 3 بصلات صغيرين زي ما انا مستخدم، يفضل الابيض. بعد كده معايا 150 جرام فلفل، يعني فلفلتين كده كبار او 3 صغيرين زي ما انا استخدمت. ببدا اقطعهم كده يا جماعه زي ما انتم شايفين، ومعايا حبايه طماطم، تمام، ببدا اشيل البذر منها بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. باخد كل الخضار بتاعي بغسله كويس جدا بالميه والخل واصفيه كويس. بعد كده باخده على الكبة يا جماعة زي ما انتوا شايفين قدامكم بالشكل ده، وهبدأ اللي انا افرمه. بعد كده هاخده على مصفى، تمام، وانزل اي عصارة فيه، ودي بتفرق معايا طبعا. نقدر اللي احنا نشتغل بيها في تتبيل فراخ، ونضيف لها مثلا عصير نص ليمونة كمادة حافظة، تتبيل فراخ، اي حاجة تبقى جاهزة عندي في التلاجة، مفيش حاجة بتترمي. بعد كده بناخد اللحمة بتاعتنا يا جماعة المفرومة فرمة ونص، تمام، على الخضار في الكبة كده زي ما انتوا شايفين قدامكم بالشكل ده، تمام، وهنبدأ بعد كده نبهر. معايا 2 معلقة كبيرة من بهارات الحواوشي، تمام، 2 معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، يفضل ما يكونش الناعم قوي يا جماعة، يكون المجروش، بينقل الطعم في حتة تانية، بس للأسف ما كانش متوفر معايا الا الناعم. بعد كده معايا 2 معلقة صغيرة من الزنجبيل البودر، مع 2 معلقة صغيرة ممسوحة من القرفة، مع 1/4 معلقة صغيرة من القرنفل، بعتذر ما وضحتش في الفيديو. ببدأ أعجن المكونات بتاعتي كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين، لحد ما البهارات تتدخل مع اللحمة وتكون بالمستوى اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. احنا فرمنا اللحمة عند الجزار فرمة ونص، بعد كده فرمناها مع الخضار عشان ينعموا معايا وياخدوا في بعض، تمام. بعد كده يا جماعة بدأت أظبط الملح، ضفت 2 معلقة صغيرة، ان اوريدي بهارات الحواشي بيكون فيها ملح، فضفته في الاخر وعجنته كويس جدا. ونبدأ نظبط الملح بتاعنا حسب الرغبة، تمام. غطيت على اللحمة بتاعتي او عجينة الحواشي بتاعت اللحمة، وسبتها في التلاجة نص ساعة. بعد كده التركية المهمة واللي بتنقل طعم الحواشي في حتة تانية وبتخلي قطمة اللحمة مخرزة كده، طبعا الأكلة فاهمين كلامي، معايا 10 جرام من الجيلاتين البودر، مدوبهم في 1/4 كوب من الشوربة الساخنة، تمام، المصفاة، وبقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده بعدهم على مصفى وبغلفهم باللحمة كويس، يفضل هم دافين شوية قدر تتحملهم، ونعجنهم باللحمة كويس. بعد كده يا جماعة معايا عيش حواوشي، بجيبه من أي مخبز ثقة جنبي، تمام، بيكون عيش مستوي نص تسوية، مست العيش ده إن هو محمل شوية، بدي القرمشة معايا والطريان في نفس الوقت للحواوشي، من أي مكان ثقة نجيب منه. بدأت أخد القطعة بتاعتي كده يا جماعة، وبدأت أحشيها جبنة شيدر مبشور اختياري، ممكن نقدمه زي اللحمة زي ما هي كده عادي، أو ممكن نحط جبنة موتزاريلا مفيش أي مشكلة. ونبدأ نوزع في الأرغفة بتاعتنا، هتدعوا لها حرفيا على الطرايه يا جماعة، لأن أسرار أكبر المحلات والله والمطاعم. عبيت كده الأرغفة يا جماعة باللحمة، وهعمل معاكم نسخة للحواوش الإسكندراني اللي بيكون بعجين إن شاء الله في فيديو تاني. وبدأت كده أحط في الصينية شوية زيت كده من القاعدة، وبدأت أحط الحواوش كده على الصواني الجافة تمام من أي نقطة مية، ومحطوط زيت في القاعدة أو ممكن سمنة، تمام،
بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وعلى الفرن على طول على اعلى درجة حرارة. بيقعد معايا بالظبط من 10 دقايق لربع ساعة. بفتح له الشواية لو احتاج، وبراجع كده سوى اللحمة من جوه الارغف. ممكن نسويه برضه في الطاسة، بس بحب تسويته في الفرن يا جماعة، بيبقى لها طعم رهيب وبيبقى قالب ريحة البيت كده كأننا مطعم. بعد كده يا جماعة حطيته، قدمته كده، وبدأت أحطيله شوية بقدونس عشان يعمل معايا كونتراست، وممكن برضه نسويه على الفحم. النتيجة والمستوى واضح قدامكم، بألف هنا يا رب.